بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، فهذه أسئلة وجهت إلى شيخنا الفاضل سباحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إذا صلى المرء وقرأ بالفاتحة ولم يبدأ بالبسملة فهل صلاته باطلة؟ وجزاكم الله خيرا. إيش يقول؟ هل إذا صلى المرء وقرأ بالفاتحة ولم يبدأ بالبسملة فهل صلاته باطلة؟ هذا على خلاف بين أهل العلم في البسملة، هل هي من الفاتحة أو ليست منها؟ الجمهور على أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة. البسملة ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور، بل هي آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور ما عدا براءة والأنفال، إلا أنها بعض آية في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي في سورة النمل بعض آية، أما في غير سورة النمل فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها. وبناء على ذلك فلا يضر تركها لأنها ليست من الفاتحة، يكون الإتيان بها مستحبا، استحب الإتيان بالبسملة قبل الفاتحة، ولو تركها فصلاته صحيحة لأنه لم يترك شيئا من الفاتحة. بارك الله فيكم. ومن العلماء من يرى أن البسملة من الفاتحة، أنها من الفاتحة، وبناء على ذلك ولو تركها فإنها لا تصح صلاته، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله أنها من الفاتحة، فلو تركها لم تصح صلاته لأنه ترك آية من الفاتحة. والصحيح القول الأول أنها ليست من الفاتحة.